مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم وجبة كتير رائعة ومختلفة لرمضان وإن شاء الله بتنال إعجابكم. من الوجبات اللي منضيفها فينا نضيفها على السفرة برمضان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا بقدونس غسلتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، 4 حبات بندورة حجم صغير، حبة كبيرة فليفلة حلوة، كمان 5 حبات ثوم وبصلتين بهيدا الحجم. بدنا نقعهم بحط البقدونس بالمكنة، بدي افرم البصل والبقدونس والثوم والفليفلة مع بعض، كمان البصل الثوم والفليفلة. بس نعم هولي بحط فوقنا البندورة عشان البندورة دغري بتنعم. بحط رشة ملح خفيفة، بسم الله. بس نعمتم بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقنا البندورة جاهزين لنخلطهم باللحمة. عندي هون كيلو لحمة ناعمة، حط فوقهم الخلطة اللي عملتها أنا وياكم، بسم الله. ممكن إذا حبيتوا مثلا ما عندكم فلايفلي هيدا لون أصفر حطوا أحمر أخضر، أنتوا المتوفر عندكم ما في أي مشكلة. كمان بحط نص كوب زيت زيتون، نص كوب صغير ملح، الملح انتو عالذوق حسب ما بتحبوا، نص ملعقة صغيرة حار ناعم، كمان بحط نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة صغيرة كمون ناعم. بخلطهم منيح مع بعض. صينية الفرن اللي عنا شو بعمل؟ بحط حوالي ملعقة طعام شراب، كمان بحط حوالي ملعقتين طعام زيت زيتون، بخلطهم مع بعض. ندهن الصينية فيهم بهيدا الشكل، ندهن أرض الصينية. أكيد الصينية قبل ما نستعملها بنغسلها منيح. بعد ما دهنت الصينية بهيدا الشكل هلأ بدي أحط الكفتة، بسم الله. هلا بمدها ان شاء الله الوصفات الوجبات والحلويات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم. عم حاول قد ما فينا اعملكم وصفات غريبه وسهلة. بعد ما مدينا الكفتة بالصينية هلأ بدنا نكفي، بدنا نعمل أنا وياكم الكفتة بهيدا الشكل نزينها.
بس قسمتها بهيدا الشكل. هلا بدنا نكفي حطها على جنب. قبل عندي هون فليفله خضرا، بندوره، بطاطا، بصل. اول شيء بدي بلش بالبطاطا. انا نحاول البطاطا قد ما فينا نقصها تكون متساويه. قصيناها شرائح بهيدا الشكل للبطاطا. كفي الباقيين. صفن بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ كتير شكل حلو ورائع. رح كفي البطاطا الباقيين وحطهم على الداير، بنرجع منكفي. قطع الفلايفلي بهيدا الشكل، قطع بهيدي الطريقة. الفلايفلي شوي بكسرها وبحطها بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ هيدي هون. هلا بعد ما حطينا الفلايفلي بهيدا الشكل بدي احط بصل وبندوره، شرائح شوي سميكه. شايفين كيف بهيدي الطريقه؟ وبحطهم هيك على الزاويه. بعد ما حطيت البصل بحط البندوره كمان، بقصها على النص بهيدا الشكل، منشيل العرق اكيد. شايفين كيف بحطها قدام البصله؟ بعد ما حطينا البطاطا والبصل والبندورة والفليفلة بهيدا الشكل، عنا هوني ملعقة طعام شراب صلصة البندورة، بحط فوقها كوب مي صغير. بخلطهم مع بعض منيح. بس خلطناهم منيح هلا بحطهم على وجه الكفتة. بسم الله. وبحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هيدي الكفتة التركية اللي عملتها أنا وياكم، أخذت بالفرن 40 دقيقة بهيدا الشكل. كمان هيدي الخضرة اللي زادت عندي طبقتها وعملتها سلطة، زدت عليها خضرة أنا أكيد كمان. إذا بتحبوا تعملوها بهيدي الطريقة تقدموها. بتمنى الفيديو اللي عملته أنا وياكم ينال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.